جاي وشكله عينه على الفراري. واضح يا اخوان عنده فلوس. يا عمي يوم قلت بضبط البيت صار النهار ليل ولا النهار. هلو، هل في فراري؟ هل في سيارات رهيبة؟ هل في لامبورغيني؟ السلام عليكم يا جماعة، بإذن الله راح يكون عندنا مقطع جديد، وفي هذا المقطع بإذن الله راح نلعب لعبة محاكي محل السيارة. في مقطعنا هذا بالذات إن شاء الله راح نشتغل على البيت حقنا، بنحاول نحن نطوره ونضبطه إن شاء الله بشكل جدا رهيب. لكن لا تنسوا زر اللايك والاشتراك معنا في القناة، خلينا نشوف مع بعض إيش راح نسوي إن شاء الله في هذه الحلقة. بنبدأ اليوم حقنا على طول من البيت نفسه اللي إن شاء الله راح نشتغل عليه إن شاء الله اليوم، بس مو الحين، راح نشتغل عليه إن شاء الله بعد شوي علشان يعني نضبط أمورنا إن شاء الله اليوم. المهم خلينا الحين نطلع من البيت. الحلقة اللي طافت تذكرون يا جماعة اشترينا من المزاد، أيضا في نفس الوقت اليوم عندنا نقدر نقول اللي هو اتوقع نقدر نروح الكار ماركت. خلينا نروح نشوف مع بعض، لان لحد الحين ترى ما اشترينا السياره الرئيسيه اللي احنا حابين نشتريها، لحد الحين مو قادرين نلقاها ابدا سياره الاول. والله ترى غريبه السياره، اختفت كليا عن الوجود، ما لها اي وجود. المهم ما علينا، بما اننا حاليا موجودين هنا في عندنا فراري. الفراري هذه فيها صدمه على الجهه اليمين، فيها بعض مشاكل اتوقع. هي الفراري كانها مختلفه شوي عن الفراري اللي احنا دقيقه هاي نفسها، والله ما ادري اذا هي نفسها ولا لا، بس كانها مختلفه شوي. السلام عليكم الطيب. 2007 لا هي نفسها، هي نفسها. المهم فيها دقيقه، انا اتوقع ان هي السياره بجرب ان اروح اوديها فحص، لان اتوقع فيها مشاكل زياده. بروح للفحص، الله يستر. خلينا نركب رقم هني. شنو كنا هني شنو نحطه؟ اوكي 4B9 الظاهر، تشيك مو صح. دقيقه 4B9 تشيك. اوكي بيفحص السياره، واتمنى يعني ان في شيء وما نخسر فلوسنا. هذا الشيء اذا طلع خسرت 30 تقريبا دولار يا جماعه، بالضبط كل شيء مثل ما هو، الحادث والاشياء هذه كلها نفس ما هي. فاذا نقدر نكلمها حاليا، خلينا نتفاوض معاها الحين على السياره. السياره كم سعرها بالضبط عشان نقدر نحن نتفاوض عليها؟ سعرها 300 وشوي، راح اطلب فيها 250 ألف، وراح أشيلها، مع أن المفروض أطلب أقل، بس ما وافقت عليه لأن أتوقع راح تفحصت وأنا غلطان في هذا الموضوع. 280 تكفين وافقة عشان أمشي. تكفين. تمام. Let's go. باعتنا السيارة. ناخذ السيارة هذه يا جماعة نوديها محل التصليح. طبعا التحديث اللي طاف شال موضوع ان احنا نغسل السيارات اللي احنا ما نملكهم، فخلاص الحين ما عاد في موضوع ان احنا نجي هني وننظف السيارات ونضبط امورنا، ما في. بالنسبة للنقاط حقتنا قربنا ان احنا نجيب نقطة ثانية. هذه النقطة الثانية ان شاء الله راح اتوقع بنستخدم في شيء معين من الاشياء هذه. سيارة لينين ممكن في شيء بعد سعره زين عشان ما نمشي اللي احنا متأكدين. هي كلاسيك لا ما اتوقع سعرها زين، بس بسأل عنها بشوف. ما اظن، لا مستحيل، لا 12000. وين وش اغلى شيء من الاشياء اللي موجودين؟ في عندنا البورش. البورش هي اغلى واحدة، باخذ السيارات الزينة. تمام، السيارة هذه يا جماعة 250، انا راح اطلب دقيقه قبل اي شيء اتاكد عشان ما نوديها فحص. اللي يبين على السياره ما فيها حوادث. راح نكلم البنت على طول، بنقول لها ان انا حاب ان اشتري السياره ب 200000، توافقين 200000؟ والله ترى مبلغ ممتاز يعني، راح تاخذ الفلوس كاش. قالت لي قليل. اوكي خلينا نقول 110. ايش قلتي؟ 110 مبلغ ممتاز. قالت لي خلاص السياره ملكك، خذها على طول نوديها مباشره. ليك مودة التصليح. يا مودة التصليح، المهم مودة هذه عندنا بي ام دبليو هنا. ترى قاعد اشتري سيارات كثير، بس المعلومه يا جماعه. السياره هاي كم سعرها؟ 96000. ناخذ ولا نروح نشتغل؟ ترى عندنا سيارات كثير. هاي غاليه، هذه غاليه، هاي اتوقع تجيب ممكن 100. لا والله ما تجيب 100. بس هي السياره اوكي. ليه خلينا نرجع، لان اذا في وقت بعد شوي ممكن اجي مره ثانيه واحاول اشتري السياره اللي هناك اللي تقريبا سعرها 90000. فبرجع، لان صراحه يعني عندنا اشياء كثير نحتاج ان احنا نسويها، فراح اروح المكتبه الحين وبنشوف ايش راح نسوي. فجينا حاليا، المكان طبعا مليان اوساخ، فبحاول في البدايه طبعا انظف المكان، بعد راح نفتح الباب اللي موجود هنا. وطبعا يا جماعه كالعاده اذا عندكم اي نصائح اكتبوا لي تحت. طبعا انا قريت موضوع ان احنا نشتغل على البيت من التعليقات، قلتوا لي يا سيد اشتغل على البيت، لانه خلاص يعني صار لي فتره جدا طويله لحد الحين ما قاعد اشتغل عليه، فخلاص راح نشتغل ان شاء الله على البيت اليوم وبنحاول نسويه بافضل شكل. تقريبا قربنا خلاص نختم اللعبه بشكل كامل، باقي لنا سيارة واحدة نشتريها، في نفس الوقت باقي سيارة واحدة من الأقوى يعني، إلا طبعا نزلوا تحديثات. أنا متأكد 100% أن المطور ما راح يوقف لعبته. نظفنا كامل؟ أوكي نظفنا كامل. هاي السيارة بس ودها للتصليح. دقيقة، لا هاي السيارة يبيها تصليح، ف
فنوديها لمكان التصليح. وهي السيارة، هاي السيارة فيها مشاكل؟ أتوقع ما فيها مشاكل. خلنا نشوف، هي ما فيها مشاكل، بس خلنا ناخذها ونشغلها ونروح نرجع فيها ندخلها داخل. بس يا سريع، لا تصدم، السيارة جديدة. وقف، طف الموتر وانزل، أوكي؟ خلنا نروح نخلي السيارة تتصلح. من متى في كرسي هني؟ ترى ما أدري إذا كان في كرسي في زمان يعني ولا لا. المهم ما علينا، خلنا نجيب بس هذا، نقول يا حبيبي صلح الفراري اللي عندنا هني، صلحها، راح ياخذ مننا 400 دولار. وأنا الحين بروح لمكان المزاد اللي إحنا اشترينا طبعًا سيارات الحلقة اللي طافت. خلنا نروح ناخذهم، اللي يحتاجون تصليح نوديهم حق التصليح، واللي ما يحتاجون تصليح نوديهم على طول للمحل وبس. هم سيارتين، خلنا نشوف مع بعض السيارات. السيارة الأولى ما فيها حوادث، السيارة الثانية هم ما فيها حوادث. فناخذ السيارة هذه نوديها بالتوتراك، والسيارة الثانية طبعًا راح أسوقها علشان أروح فيها بدل ما أطول يعني. فراح أروح حين بالسيارات هذيلا كلهم، وبروح أشتغل الحين على السيارات بحيث إننا ننظفهم، يحتاجون تنظيف. اسمع، السيارة ترى مضبوطة يعني، المهم ضربت بريك قوي. خلنا نجي هني الحين ونوقف السيارة هذه على طول، تمام؟ خلنا نرجع فيها، مو مهم إنه يكونون قريبين من بعض يعني، عاد المهم إن إحنا نجيب السيارات. فجبنا هاي، وأتوقع شوي لاصقة في الجدار، احس الشيء شوي شيء نرفز، فبرجع حبه واحده بس الى الخلف ونوقف الموتر وننزل. زين، باقي عندنا السياره اللي بعدها. السيارات طبعا كلهم سعرها المفروض يكون جدا عالي، ولا ننسى بعد عندنا فراري موجود هناك راح اجيبها الحين. بس خلنا نرجع للخلف ونوقف هني، وقف السيارة، طف الموتر، خلنا نروح نجيب الفراري بعد. بس اذا ما خاب ظني اصلا الفراري يبي لها صبغ، صح؟ الفراري من السياره الوحيده من بينهم اللي تحتاج صبغ، فبروح اضبط الصبغ حقها. بس خلنا نرجع. الشيء الوحيد انا ما قاعد اسويه، وما اعتقد صراحه انه يعني مهم ومفيد، هو موضوع البنزين، اوكي؟ وفي محطه بنزين، بس اتوقع محطه البنزين حاطينها مو حق السيارات هذيلا، حاطينهم للسياره اللي انا راح اشتريها في المستقبل واخليها لي وتكون سيارتي الرئيسيه، اتوقع والله اعلم يعني. فكتبوا لي تحت تتوقعون الشيء اللي قاعد افكر فيه صحيح ولا لا. انا اتوقع انه صحيح يعني، لانه مو معقول يعني ابيع السياره بنزين، ليش؟ ما ادري، ما له دخل، حرفيا ما له دخل يا جماعه ان اعبيها بنزين ولا لا. صاحب السياره راح يجي ياخذها، اكيد فيها بنزين شوي، يوديها المحطه قريبه منه. فالمهم حاليا جبنا طبعا السيارات كامل، خلينا نبتدي الحين موضوع تنظيف السيارات. راح ننظفهم كلهم وراح نعرضهم للبيع بشكل كامل. يا رب الفل يعني، بما اني قاعد اشتري سيارات وقاعد انظف وقاعد اعدل، المفروض ان الحين يعني اكون قريب من الليفل الجديد اللي يكون عندنا. نظفت سيارتين، وخلينا نروح للسياره الثالثه بعد ننظف الكلاسيك. يا سلام، نظف يا سيدي، كان تنظيفه صاير بطيء شوي، ما اعرف. اوكي، نظف هني تحت، ما في مكان يتنظف. الجهه هذه نظيفه اتوقع بالكامل فوق. انزين، باقي هني فوق اتوقع كامل. دقيقه، في مكان ناقص عشان نجيب الاكس بي كامل. هني تحت، اوكي خلاص نظفناها. باقي عندنا سياره البورش، بس هي السياره الاخيره اللي محتاجه تنظيف. وملاحظ ان اغلب السيارات لونهم ابيض، هو حقيقه ترى في الشوارع سيارات اغلبهم لونهم ابيض، بس ما ادري سيارات سبورت وشي يعني المفروض يكون فيهم الوان يعني، بس انا ما قاعد اصبغ السيارات يعني من الاخير. المهم خلينا نبتدي الحين موضوع بيع السيارات. ففي البدايه نمسح الصوره هذه ونبتدي، بس خلينا نرجع هني للخلف عشان نصور السيارات. فنروح لاول سياره عندنا، صورنا البورش، نروح للسياره الثانيه نصورها بعد. لا، صورتها مرتين يا سيد. زين، نروح للسياره اللي بعدها نصورها يا سيد، تمام. ونروح للسياره الفراري بعد ونصورها. فصورنا جميع السيارات حاليا اللي راح نعرضهم، والمفروض طبعا يجيبون لنا مبالغ ممتازه جدا اليوم. فبسم الله الرحمن الرحيم، راح نبتديها طبعا بالفراري. اتوقع الفراري راح ابيعها. في شخص قال لي يا سيد بيع الفراري ب 500,000، عرضها ب 500,000، فراح اعرضها فعليا ب 500,000 ونحطها على طول هني، واف اي وحطها على طول، تمام. نروح للسياره الثانيه، نروح للبورش. زين، البورش ب 210، خلينا نحطها ب 450. ما اعتقد ان نجيب المبلغ هذا، بس خلينا نشوف. 450,000 بي او، ونحط صورتها ونعرضها، ممتاز. السيارة اللي بعدها الشفرلي الكلاسيك، حطها. زين، ب 84، خلينا نعرضها ب 180,000. 180,000 احس مبلغ راح يكون جدا ممتاز. فعرضنا السيارة اللي بعدها، باقي عندنا آخر سيارة طبعا عندنا، وهي السيارة هذه اشتريناها ب 62، خلينا نعرضها ب 100,000، ربح بسيط جدا منها. فانجي 5 وعرض السيارة. حاليا جميع السيارات معروضين. انا مستغرب ان المكان يعتبر مو نظيف بالكامل، مع ان انا متاكد نظيف بالكامل، بس المهم ما علينا. خلينا ننتظر الحين الزباين بس يجونا ونشوف مع بعض من راح يشتري.
السيارات. هلا بالزين، اول زبون عندنا اليوم يا جماعه جاي وشكله عينه على الفراري. واضح يا اخوان عنده فلوس، جاي مباشره للفراري. يلا خلينا نشوف مع بعض كم راح ياخذ السياره. انا عرضتها مثل ما قلتوا لي 500 دولار، بشوف تمشي ب 500 دولار ولا لا. طيب كم حاب تاخذ السياره؟ قول لي مبلغ ممتاز تكفى. 396، 450 شيل الموتر، 450 ألف شيل الموتر يا حبيبي ملكك. والله أخذ السيارة على السريع. زين، في عندنا زبون ثاني جاي لسيارة البورش، فإذا هذا جاي يشتري بورش. خلنا نشوف 450، ما أجيب السيارة هذا، أنا أدري يمكن 200 شوي 250. أنا اشتريتها بكم؟ اشتريتها 210. خلونا نقول لها 290 وشيل الموتر. 290 خذ السيارة مباشرة، مبروك، خذت الموتر على طول، هذا جانا ولا أدري فيه. زين، السيارة اللي بعدها كلاسيك، كلاسيك 180 عارضنها، ما اعتقد راح اجيب 180، بس خلينا نشوف مع بعض كم السعر المطلوب. 102، اوكي 130 وشيل الموتر، ما مو حاب ازعل اي حد اليوم، مبلغ اقل. 120 ألف وشيل الموتر، يلا مبروك مبروك الموتر، يلا نقصت السعر، ليتس جو. خذت السياره على طول. في حد ثاني؟ اوكي هذا اليوم البضاعه ماشيه بشكل سريع، خلينا نشوف مع بعض. يلا تفضل يا بنت، كم حابة تاخذين السيارة؟ سيارة بسيطة اشتريتها ب 62، اوكي 90 ألف شيل الموتر. دقيقة شنو هذا؟ 90 ألف شيل الموتر، مبروك مبروك، 10 آلاف زيديها، يلا يلا مبروك مبروك يا جماعة. اليوم مشيت السيارات بسرعة، وصلت فلوسنا كم؟ 300 ألف. انزين 300 ألف، شنو 300؟ مليونين، 300 ألف، نسيت المليونين. المهم بالطريقة هذه الحين نروح نشتغل على البيت حقنا. بس دقيقة هنا بيجي الليل، بيجي الليل نام، خلنا ننام خلنا ننام عشان نقدر نشوف البيت مع بعض. فبروح ارجع الحين، بروح للحاره وبرجع، خلاص راح يصير الليل طبعا. فبروح الحين للحاره بننام، بنعدي الليله هذه تمام. وين بيتنا؟ اي واحد بيتنا هذا ولا هذا؟ بسم الله والله ما ادري، هذا لا مو هذا، مو هذا، ذاك ذاك، هذا بيتنا. المهم الحين تقريبا راح يجي وقت النوم، بس بما انه وقت النوم بنشتغل على البيت الحين. اذا ظلمت الدنيا راح ننام تمام. فخلونا الحين نجي مباشرة الأبجريد، لا مو الأبجريد، نحتاج نروح للديكوريشن. نروح حاليا للهاوس، هذا البيت حقنا. نروح للبدروم، أول شيء عندنا غرفتنا. غرفتنا وش نقدر نسوي فيها؟ نقدر نغير السرير؟ نقدر نغير السرير. جانا الليل، يا ليل، خلنا ننام خلنا ننام، أحسن. أبي أضبط البيت وأنا أشوف إيش قاعد يصير. اليوم هذا صرفت 490 وكسبت 950، الصافي الربح، الربح حقنا 460 ألف، مبلغ جدا كبير. يعني نمت انا؟ الو انا نمت ولا لا؟ السلام عليكم، نمت انا ولا لا يا جماعه؟ يا عمي يوم قلت ابي اضبط البيت صار النهار ليل ولا النهار. الو خليني اجرب مره ثانيه انام ولا اليوم بالطريقه هذه. يا عمي ايش قاعد يصير؟ خلنا ننتظر خلنا ننتظر. اوكي اليوم اللي بعد، اوكي الحمد لله الحين نهار، الحين نهار. اوكي الحين اللي راح اسوي، راح نجي نشتغل على البيت حقنا، نروح للديكورات، هذا البيت حقنا، ندخل لغرفه النوم. وش دقيقه خلنا نشوف مع بعض الجدران، مال الجدران الاشياء هذه، ها اوتسايد، هذا انسايد، اقدر اغير صبغه البيت. خلونا نخلي البيت شكله يفتح النفس. خلنا نخلي هذه تمام، اشتريناها. أرضية البيت شنو راح تكون؟ أرضية البيت هذه هذه هذه، خلنا نخلي هذه، عجبتني تمام اشتريناها. بالنسبة للأثاث حق الصالة خلنا نخلي الزرق والزاوية، زاوية خليك زاوية تمام. بالنسبة لهذا هني نقدر نحط طاولة أتوقع، أوكي هذه حلوة اشتريها. نروح للي بعدها، طاولة جدا رهيبة، نشتري هذه، نشتري الأفخم دائما. الحين نروح للأوتسايد، خارج البيت فوق، أو قبل فوق قبل فوق قبل فوق، خلينا نشوف الجدار حق البيت. أحلى شكل هذا، ونروح نشوف فوق مع بعض. فوق وش أجمل شيء؟ هذا 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 هذا، عطى البيت شكل جدا رهيب، فخلاص اشتريناه. نروح الحين لغرفة النوم، غرفة النوم راح أخلي أزرق. الكبت حقنا خلينا نخلي كبت جدا كبير. اللون حق جدار الغرفة حقتي أبى أخليه يكون أحلى شوي، لا ما عجبوني ما عجبوني. هذا ممكن يكون انسب شيء، هذا بعد حلو، بس اتوقع اني بركب هذا. الحين بالطريقه هذه اكون انا فعليا رتبت البيت. فخلاص مثل ما تشوفون عندنا هني السوفات، جلستنا المفروض نحط التلفزيون هني بس ما يصير للاسف.
كل شيء رهيب. الكبد حقنا هذا مكانه، وهذا السرير حقنا لونه أزرق. حلو، الحين دخلنا يوم آخر. خلال اليوم هذا ما في حد يبيع سيارته؟ والله مو مشكلة. عندنا ماركت بليس، بروح الماركت بليس، ما في شيء رجعنا هني. تمام، نروح الحين للكار ماركت مباشرة ونشوف مع بعض وش موجود فيه. هل في فراري؟ هل في سيارات رهيبة؟ هل في لامبورغيني؟ نشوف مع بعض. في عندنا بي ام دبليو، خلنا ناخذ السيارات حبة حبة ونشوف الاسعار اللي موجودة. البي ام دبليو كم راح اجيبها؟ 73. ما اعتقد راح اخذها. لا ما اعتقد. هي كانت جيب، ذكرني يا عمي. جيب 200 سيد. خلنا نعرضها 140,000. اتوقع ما راح توافق. وافقت؟ لا. اوكي، قول لي المبلغ مو اوكي. 160,000. ايش قلتي؟ مشيني. تكفين. 190. تكفين. يلا اوكي، تمام. اشترينا السيارة. تحتاج تصليحات صح؟ اي تحتاج تصليحات. هاي تروح على طول. المصلح مشغول. اوه، في لامبورغيني. المهم المصلح مشغول. ما معقوله راح يتم متى؟ دقيقه انا اشوف لحين يا عمي. مصلح خيرا فضى. اوكي، ودينا السياره عشان نروح نصلحها بعد شوي. ولامبورغيني طبعا احنا اشترينا الحلقه اللي طافت. اتوقع الحلقه اللي طافت اشترينا لامبورغيني، مو مشكله. الحين السياره هاي نظيفه بالكامل. بس دقيقه سيد، افحص وتاكد عشان ما ننصب. اي ما ننصب. سياره باين عليها. لا سياره زينه، سياره زينه. خلنا نشوف كم راح. 465. خلنا نقول 300,000. ما ادري بتمشي. شو 3 مليون؟ 300,000. خلنا نشوف مع بعض تمشي عليها ولا لا. والله ما عجبها المبلغ. 330. تكفين. ما مشى. زين 360. تكفين. يلا خلصينا. لازم اشتريها بسعرها. بسم الله اشتريناها بسعرها. للاسف يعني. واتوقع اشتريتها ولا لا. الو، ترى اشتريت، ترى فلوس ما نقصت اشوى. زين يلا، ها اوكي اشتريناها. خسرنا مبلغ كبير، بس السيارة لازم ابيعها بمبلغ جدا عالي. ضروري ابيعها بمبلغ جدا عالي. السيارة نظيفة ما فيها مشاكل، نوديها للمحل مباشرة. فهي السيارات اللي بناخذهم ان شاء الله من المكان حاليا، ما نحتاج شيء ثاني. فخلونا نجي هني وخلونا نروح للاوفيس. في الاوفيس عندنا سيارة تحتاج تصليح، وعندنا سيارة جاهزة يا عمي يبي لها تنظيف الوضع. المهم خل نروح للسيارة اللي تحتاج تصليح. تصليحها بسيط يعني، ما تحتاج ذاك التصليح اللي جدا جدا كبير. تصليح جدا بسيط. في نقاط عندي الحين ما جبت. والله ما جبت نقاط يا جماعة. صار جدا صعب تجميع النقاط بعد ما شالوا موضوع ان خلاص ما يمديك تنظف السيارات اللي مو سياراتك. صار ما يمديك يعني خلاص، انا اعتبر جلتش يعني ببساطة. المهم نرجع الحين للامبورغيني حقتنا. شغل الموتر، رجع الكاميرا او غير الكاميرا ببساطة، وادخل هني. اوكي طف الموتر، وخلنا ننظف المكان منها ان احنا نجمع اكس بي. مع ان اعتقد ما ادري هم شالوا الاكس بي العالي لما تنظف المكان كامل ولا لا. اعتقد كان 10 اكس بي. خلنا نتاكد الحين مع بعض. هاي اكس بي واحد، كم كان؟ 4 ولا 10؟ والله ما ادري. المهم خلنا نشيل هذه. ما في وسخ ثاني في المكان، المفروض تنظف الحين. بسم الله، اعطوني 1 اكس بي. هو زمان كان لما تنظف كامل يعطونك اعتقد ما ادري 4 او 5 او شيء مثل هذا، يعني يعطونك اكس بي كثير. بس حاليا ما قاعد يعطونا، ما ادري ليش. خلاص خلنا ننظف وبنعرض السيارة على طول يعني، قبل حتى لا نجيب السيارة الثانية. نستغل الوقت. تمام، شيل هذه، شيل. اوكي خلاص، هات اللابتوب حقك، احذف كل الصور اللي موجودة، وخلنا نجيب الحين الكاميرا حقتنا. نرجع شوي للخلف ونصور الصورة هذه. اللامبورغيني حقتنا راح اعرضها ب 700,000. يعني اتوقع لازم تجيب المبلغ هذا. اشتريتها مبلغ جدا عالي. 700,000. اوكي حط لامبورغيني واعرض السياره للبيع. مو لازم اتوقع نحط عنوان، ولا محتاج ان احنا نسوي اي شيء زياده. الحين الشيء اللي بعده بنروح السياره الثانيه. اتوقع ما تحتاج صبغ. يا رب ما تحتاج صبغ، لان ما ادري عشان شيء على السريع وفي نفس الوقت. والله تحتاج صبغ، والله العظيم يا جماعه السياره محتاج صبغ. ابى اخلص بس موضوعها واروح اشوف اذا في احد جاي يشتري اللامبورغيني. يا رب في ناس يشترونها، انا غاليه صراحه. انا اشتريتها غالي المشكله.
انا مشترينها اغلى من الطبيعي. سيارة كل لون ابيض. خلنا نغير. بما اني جيت بصبغها. خلاص قرار. يا عم شغل دقيقة، خلنا نقول قرار حقنا. اي سيارة اجي فيها مشكلة صبغ راح اصبغها. حتى لو اوفر لي بس راح اجي اصبغها عشان يعني نغير شوي. يطلعون سيارات كلهم لونهم ابيض. ما ينفع يعني الوضع. وقف الموتر هذا، طف السيارة، جيب على طول هني، في حد جانا بسرعة. اوه جانا اثنين. كفو. اوكي صور السيارة، سيف، وخلنا نجي هني وراح نعرض السيارة هذه ب 450 ألف. دائما احط مبالغ انا بالضبط. في بعض قال هي لا تحط مبالغ بالضبط، تحط ارقام يعني مثلا نحط 500 و400 و300 ارقام يعني بالطريقه هذه. يعني لا 500 ألف 300 ألف بالضبط. خلينا نشوف مع بعض. اول واحد كم حاب انك تشتري السياره؟ خلينا نشوف معاه حاب يشتري اوه مبلغ ممتاز 665. ونشوف هذه بكم حاب تشتري السياره. قولي بنفس المبلغ. تكفين 500 وشوي. لا خلينا نتفاوض مع هذا. رايح لاي سياره؟ هذا رايح لاي سياره؟ خبرني انت رايح لاي سياره. رايح للسياره ذي. اوكي مو مشكله. هذا لو ازيد معاه تقريبا 20 ألف اتوقع راح يشتري السياره. كم قال؟ 665. خلينا نقول له 600 و ما ادري 85. تشتريها؟ اشتراها. ممتاز. اوه هذا بعجل السياره هذه. اوكي طلع التروفي يا جماعه ان احنا حاليا بعنا 100 سياره في السلسله. وصلنا 100 سيارة يا جماعة حرفيا. فمشروعنا قاعد يكبر. واتمنى التحديثات الجاية يضيفون مباني جديدة بحيث ان اطور المكان بسعر اغلى، بس التطوير اللي راح اطورها تخلي المكان يطلع بشكل احلى واجمل وارهب يعني. فاكتبوا لي تحت لو تتمنون هذا الشيء فعليا ينضاف في التحديثات الجاية. انا صراحة اتمنى. المهم في عندنا حاليا شخصين جايين، خلنا ننتظر شوي، خلنا يجون ونشوف مع بعض كم حابين ياخذون السيارة. اول بنت عندنا كم حابة تشتري السيارة؟ أنا عرضها ب 450. خلينا نشوف مع بعض كم حابة تشتري السيارة ب 283. مبلغ فيه ربح بس يعني تمنيت أكثر. خلينا نشوف هذه كم؟ 270. هي كم قالت؟ 83. أعتقد 283 إذا ما خاب ظني. يعني هذه ممكن تكون أفضل. إي هذه أفضل. لو أقول لها 320 تشتري السيارة 320 ألف تشترينها؟ أوكي. والله يا جماعة اليوم سهالات، اليوم حرفيا حلقتنا سهالات. اي احد يجي نتفاوض معه نتفاهم معه نبيع الموتر على طول. فاليوم وضعنا جدا 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 كان رهيب الامانة. اتوقع يا حبايبي اني راح اوقف هني. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك معنا في القناة. كتبوا لي تحت الحلقة الجاية وش تبون نسوي، ولا تبون ننتظر التحديثات؟ كتبوا لي تحت. نشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في حلقات اخرى. مع السلامة. اللايك امر مهم، صدق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، ماذا جيشنا يا عم، والاسيار الصورة تتنقل على كل فم، باشتراك تنضم وهذه اسهل وسيلة. يه قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة. تراك تخليني إنسان سعيد، أفرح وأقدم لك أشياء أكثر من جديدة. ما بنشرك تراك تخليني إنسان سعيد، أفرح و...